السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مدونة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نعرفوا التحويل الأرباح نتاع أتصنت إلى حساب البنكي، شحال مدة وصول إلى الأموال أو الأرباح إلى حساب البنكي، وكذلك كيفاش نعرفوا الأرباح نتاع اليوتيوب أسكو تحولوا ولا ما تحولوش. نعطيكم كل شيء بالتفاصيل. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. دوكا روحوا الى الشرح في الحاسوب، نفس الطريقة كما في الحاسوب كما راها في التليفون، كيف نفس الطريقة. مهم، اولا لازمنا واش نديرو، ندخلوا الى جوجل كروم. هذه القناة تاعي تاع مدونة حبيب للمعلومات. دوكا نشوفوا الارباح وشوفوا التحويلات الارباح من يوتيوب الى الادسنس، وشحال المده وصول الارباح تاع الادسنس الى حساب البنكي. فهمتوا خاوتي؟ ايوا. احنا واش نديرو؟ اولا نروحوا الى الاحصاءات خاوتي، روحوا الى احصاءات باش نعرفوا الارباح نتاع القناه. روحوا الى الارباح بهذه الطريقه خاوتي، ومن بعد نزول الى الاسفل هنايا. دركا عندنا الارباح نتاع نوفمبر، دوك نوفمبر مازال ما تحولوش الى حساب الادسنس. في 10 ديسمبر سيتم التحويل الارباح نتاع اليوتيوب الى الادسنس في 10 ديسمبر، من كل شهر في 10 يتحولوا. سبيل المثال 10 ديسمبر، 10 جونفي، 10 فيفري، 10 مارس، وراح ترايح. هذه هي من يوتيوب الى الادسنس، هذه مده التحويل. فهمتوا خاوتي؟ ايوا. دوكا نروحوا الى ادسنس، هذا هو الحساب الادسنس. واش معناها ادسنس؟ ادسنس هو يدير لك اعلانات على فيديوهاتك خاصه بك على القناه تاعك، هو يدير لك الاعلانات باش يعطي لك الارباح. ان شاء الله نديروا عليه فيديو ما هو الادسنس، كيفاش يخدموا بهذا ادسنس، واش معنى ادسنس. ان شاء الله نعطيكم او ندير لكم فيديو خاصه بادسنس. هنا هذا المهم، هذا الفيديو تاعنا هو مهم في التحويلات وكذلك مده وصول الارباح الى حساب البنكي. فهمتوا خاوتي؟ هايو. دركا رانا في ادسنس، بعد واش نديرو؟ نروحوا الى الدفعات بهذه الطريقه، ومن بعد نضغط على معلومه الدفع. نكليكو عليه بهذه الطريقه خاوتي، نستناو شويه باش تجينا باجا. جينا بهذه الواجهه، ومن بعد جينا الارباح نتاع الادسنس والارباح نتاع اليوتيوب. الارباح تاع الادسنس هي نتاع المدونه ولا حتى التطبيقات، اللي كنت تخلص من تطبيقات ولا من دوانه. حنايا نخلصو من يوتيوب فقط، نكليكي على اليوتيوب بهذه الطريقه خاوتي. دركا حنا عندنا الارباح في ادسنس نتاع اليوتيوب. حنا عندنا ادسنس هي عفوا الارباح هي 100 اورو، الارباح هي 100 اورو. دوك نشوفوا، نروحوا الى اليوتيوب خاوتي، عندنا 104 نتاع اكتوبر تحولوا، ها هما 104. فهمتوا خاوتي؟ ايوا. دركا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا التحويل من ادسنس الى حساب البنكي، شحال المده باش يوصلوا الارباح الى حساب البنكي، شحال المده؟ التحويل، مدة التحويل أو وقت التحويل هو 21 من كل شهر، 21 من كل شهر. سبيل المثال 21 ديسمبر، 21 جونفي، 21 فيفري، 21 مارس، وراح ترايح بهذه الطريقة. تحويل من اليوتيوب إلى الأدسنس 10 من كل شهر، تحويل من أدسنس إلى حساب بنكي 21 من كل شهر. فهمتوا خاوتي؟ هذا السيستم نتاع نظام جوجل. فهمتوا خاوتي؟ كيفاش نعرفوا تم التحويل الارباح نتاع الادسنس الى حساب البنكي؟ كيفاش نعرفوا؟ نضغط على عرض معاملات بهذه الطريقه باش نعرفوا اسكو تحولوا الارباح ولا لا. هنايا راهم تحولوا، مازال ما تحولوش الارباح نتاع الادسنس الى حساب البنكي. علاه؟ انايا راني داي ل 200 اورو باش يتحولوا، مانيش داي 100 اورو، راني داي 200 اورو. شوفوا معايا مليح باش يكون فيديو مفهوم مليح.
انايا راني داير تقريبا، شوفوا معايا مليح هنايا في الشاشه، راني داير 200 اورو، معناها نوصل الى 200 اورو سيتم التحويل الارباح تلقائيا. فهمتوا خاوتي؟ هو حد الاقصى، الحد الادنى نتاع السحب او تحويل الارباح هي 70 اورو، انا درتها 200 اورو. نوصل الى 200 اورو سيتم التحويل الارباح من اتسن الى حساب البنكي. حساب البنكي نتايا ورايك، كاين بنك البدر، كاين بنك التنميه المحليه، كاين بنك الخليجي، وكاين بنك الخليج، وكاين بنك قرض الشعبي الجزائري. هذا الخمس بنوك، تخيل من هذا البنوك كما حبيت. انا نفضل هو بنك البدر في لحه والتنميه، هو احسن وافضل في الجزائر. دائما الفيديو التوعي دائما نقول لكم خاوتي، هو احسن وافضل بنك في الجزائر هو بنك البدر في لحه والتنميه. علاه؟ هو يعطي لك اورو 100%، ما يعطيكش نقول حنايا نص دولار ونص دينار نص اورو، لا، يعطيك اورو 100%. هذا هو البنك اللي عجبني في الجزائر. هذه الطريقه معرفه التحويل الارباح ومعرفه الارباح نتاع القناه. تقول لي يا حبيب كيفاش نعرف مده التحويل؟ دوك نعطيكم بعض المعلومات باش تكون على بالكم. تحويل الارباح نتاع الاتسنز الى حساب البنكي تقريبا مده نتاعها تقريبا نقول من بين من سيمانه حتى 15 يوم حساب كيما نقول حنا يحسب مبلغ. سبيل المثال انا عندي 200 اورو، 200 اورو في 21 تم التحويل ارباح من اتسنز الى حساب البنكي، ماهيش ثم تروح الى حساب البنكي، لا خاوتي، تروح الى بنك المركزي الارباح يتحولوا. مهما كان الارباح ولا اي شخص يبعث لك من الخارج الى الجزائر، يتحولوا الارباح او الاموال من حساب الى حساب البنكي، يروحوا الى بنك المركزي في الجزائر العاصمه. ثم يفيريفو دراهم من جات، يلقاوها مريقله، ومن بعد واش يديروا؟ تقعد 5 ايام عندهم، ومن بعد سيتم التحويل من بنك المركزي الى حساب البنكي الفرعي. ومن بعد تقعد 5 ايام ولا 7 ايام ولا 6 ايام، تروح البنك اللي تعامل معاه، تروح تفيريفي الحساب نتاعك، يضربوا ميكرو، يقول لك راه دراهم دخلت، راهم دخلوا لك دراهم. هما يعطوا لك مده او وقت او لاداد دي تخرج دراهمك او دي تسحب دراهمك. معناها نقول حنايا مثال، رحت في السانك ولا في السيس، رحت لهم وقالوا لك راهم الدراهم راهم دخلوا، يقول لك اروح في الطريز ولا في الدوز ولا في الكنز، او خرج دراهمك. هذه هي معناها مده تقريبا نقول تصل الى 16 يوم حتى 17 يوم تقدر تخرج دراهمك بدون اي مشاكل. وثاني تقدر تخرج الاموال بالعملة الصعبة بالأورو 100%، وبعد تصرفهم. أي شخص يشريهم عليك ولا يروح الحج ولا العمرة ولا يخرج الخارج ولا يشريهم عليك. هذه الطريقة الوحيدة اللي نتعاملوا بها مع الأتسنز مع حساب البنكي أو البنوك الجزائرية بهذه الطريقة. ملاحظة خاوتي، الأتسنز ما يتعاملش لا بالبايسيرا ولا بالوايز ولا بالبيبل ولا حتى بالباينز ولا بايبا، لا، حساب الأتسنز يتعامل مع البنوك المحلية فقط، البنوك المحلية بالعملة الأورو فقط. حساب الأتسنز يتعامل مع البنوك المحلية جزائرية فقط، ما يتعامل لا بوايز لا بايسي لا باينس لا أي منصة ولا أي بطاقة، هذا قام ما يتعاملش معه، يتعامل مع البنوك المحلية. ردوا بالكم خاوتي، تفتح لي حساب أمريكي ولا تفتح لي حساب كندي ولا، ومن بعد تقع في مشكله، تكون عندك الارباح 500 دولار ولا 600 دولار ولا 1000 دولار، ومن بعد تولي حاصر، يقول لك اعطيني اثبات العنوان واعطيني اثبات الاقامه، ومن بعد تكون مشكله، ومن بعد يسكرك الحساب، معنى الخدمه اللي خدمتها راحت في الريح. دائما تجي تفتح حساب الاتسنز افتحه بحساب جزائري يكون 100% بالوثائق الجزائريه. فهمتوا خاوتي؟ مهم عجبكم هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.